السلام عليكم. ممكن تكون محتاج تعدل في شكل الواجهة بتاعة الباور بروجكت، فممكن تروح على كومنت فيو، ومثلا في كولوم عايز تزوده هنا، فتقدر تيجي هنا اد كولوم وتختار مثلا ان انت عايز تزود الاكشوال فينيش او الاكشوال ستارت او كاليندر زي ما انت عايز. طبعا بيبدأ يسألك بعض الأسئلة، وتقدر من هنا تقدر تتحكم اكتر، فتقول له مثلا انا عايز اعمل اب للحاجة ديت او داون، او تعمل اضافة او ريموف كل، او تغير الاسم بتاعها. طيب لو انت مش عايزها تيجي هنا وتروح دايس رايت كليك وتقول له ريموف ذيس كولوم. ممكن تعمل فلتر بحيث ان انت تشوف مثلا الحاجة العناصر اللي فيها اكواد بس، او الحاجة اللي فيها لوجيك معين او، ولو انت عايز ترجع تقول له نو فلتر. ممكن تقول له انا عايز اعمل جروب معين حسب الكود، حسب الكوست، حسب الريسورس، حسب التاسكات، ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش والحاجات دي كلها. وبرضه ممكن تعمل تيبل حاجة بس خاصة بالبروجرس وهكذا. طيب ممكن تيجي هنا بقى تقول له انا عايز في الفورمات، انا بقى بيعرض كل الحاجات الموجودة هنا، فممكن تقول له لا ده انا في عنصر مثلا معين عايز اشيله اللي هو مثلا البروجرس لاين، تقدر تخفيه او تقدر تظهره، تقدر تخفي الكريتيكال باص لو هو موجود او تظهره وهكذا. كل العناصر الموجودة تقدر تظهرها وتخفيها بمجرد ان انت تدوس على الحاجة اللي انت عايزها.